عمان ينضم إلينا مراسل المملكة حمزة النهار. أهلا بك حمزة. يعني أبرز ما رصدته بمسألة تطبيق أمر الدفاع رقم 35 في المؤسسات العامة والخاصة. نعم أريد بالفعل نرافق الجهات المعنية والتي تشرف عليها محافظة العاصمة والتي تقوم بتكثيف ونشر جولاتها الميدانية على مختلف المحلات التجارية والمنشآت الخاصة والحكومية للعمل على تطبيق أوامر الدفاع رقم 35. هذا أمر الدفاع الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية العام الحالي والذي يعنى بالمحافظة على الوضع الوبائي بعدما لاحظنا خلال الفترات الماضية تسطح في المنحنى الوبائي. أمر الدفاع اليوم نتحدث عنه للحفاظ على الحالة الوبائية بشكل عام والمحافظة على سلامة المواطنين من خلال التزامهم بتلقي جرعتي اللقاح عند مراجعة المنشآت سواء كانت الكبيرة أو الصغيرة. جولات العاملة من محافظة العاصمة تعمل على فترتين، جولات صباحية وجولات مسائية لمواقبة الوضع العام والوضع الوبائي في محافظة العاصمة. للحديث بتفاصيل هذه الجولات ينضم إلينا الدكتور أيمن بني خالد وهو مساعد محافظ العاصمة. أهلا وسهلا بك دكتور. بداية لو نتحدث عن هذه الجولات التفتيشية التي تجوب مختلف مناطق العاصمة عمان. الله مسيكك بالخير أخي حمزة. بداية احنا نعمل ضمن منظومة رقابية تتكون من 14 فريق على مستوى محافظة العاصمة وجهة رقابية بالإضافة إلى فرق الضابط العدلية المكلفة في محافظة العاصمة والبالغ عددها 18 فريق تفتيش. نعمل على ضمن خطة واستراتيجية لمحافظة العاصمة تم تطويرها مؤخرا بتوجيهات من معالي الوزير ومحافظ عطوفة محافظة العاصمة باتجاه تطبيق أوامر الدفاع بالإضافة للتركيز على محور التوعية وهو نعتبره محور مهم وتحدي كبير نراهن بقدر كبير على وعي المواطن الأردني. لمسنا في الفترة الأخيرة التزام كبير وخاصة بعد التطبيق خطة التعاون مع المؤسسات الكبيرة ومن ضمنها المولات ومراكز التسوق التي نعتبرها هذه المراكز بحاجة لضبط بإجراءات الدخول وتساعدنا بتخفيف من حدة الانتشار. لا شك أنه كان تعاونهم أثمر وضمن المؤشرات الأولية التي صدرت خلال الأسبوعين الماضيات هناك تطور كبير في ضبط إجراءات الدخول في هذه المؤسسات. تم رفض هذه المؤسسات بكوادر بعد الاجتماع مع مدراء العمليات والأمن في هذه المراكز والاتفاق على رفضهم بكوادر متطوعين من قبل محافظة العاصمة. بالتالي انعكست هذه التعاون الموجود على إجراءات الدخول لديهم. نعم لو تحدثنا عن عدد الجولات التفتيشية أبرز الإجراءات التي تم استخدامها إضافة إلى الخطة الاستراتيجية التي تعمل عليها محافظة. تمام. محافظة العاصمة تعمل ضمن خطة تركز على 4 محاور رئيسية. بالدرجة الأولى احنا نعزز البرنامج الوطني للتطعيم ونراقب المؤشرات بهذا الاتجاه. لا شك أنه تداخلنا في هذا الإطار من ضمن مؤشرات ندرسها بشكل متواصل بالإضافة إلى جانب المحافظة على سبل الوقاية والتدابير وذلك من خلال جولات الفرق الميدانية الموجودة في الميدان والتي تعزز هذه التدابير والالتزام. إضافة إلى الجانب المحور الجديد اللي تم التركيز عليه مؤخرا وهو متعلق بالتوعية نذهب باتجاه التوعية بدرجة كبيرة. نشكر المؤسسات الملتزمة والتي في محافظة العاصمة ضمن المؤشرات اللي موجودة لنا بنسبة التطعيم اللي نقيس ربط المؤشرات في بعض. لا شك أنه نسبة العاصمة حققت نسبة متقدمة في الإقبال على المطاعيم بالفئة المستهدفة فوق 12 سنة حققنا نسبة 61% وهذه نسبة جيدة جدا إذا ما قرنت ببداية الإقبال على التطعيم. لاحظنا بالفترة المؤخرة الإقبال على تلقي الجرعة الثالثة وحققنا 83,000 بالشهر الماضي. جولاتنا حجمها كبير جدا ولكن ليست بالضرورة أن ترتبط بالمخالفات. إحنا موجودين بالميدان ونتابع التدابير حريصين على جانب التوعية. يعني إذا بدأ استعرض لك مؤشر في إطار الاستعراض بعض المؤشرات عندنا بمحافظة العاصمة بالشهر الماضي حققنا مجمل عمل اللجان 30,612 جولة على منشآت تجارية وحكومية. الجانب الآخر متعلق بمتابعة الالتزام بالتدابير بالدوائر الحكومية ولا شك أنه عندنا فرق مكلفة بمتابعة التزام الدوائر والمؤسسات الحكومية بأوامر الدفاع ونركز على إجراءات الدخول لهذه المؤسسات
إقبال الموظفين على أخذ المطعوم. نعم مساعد محافظ العاصمة دكتور أيمن، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل. نعم أريد يعني كما تحدث مساعد محافظ العاصمة هناك إجراءات يتم السير بها في مختلف مناطق العاصمة عمان، ومود التركيز عليه هو نشر متطوعين في على المولات ومختلف مراكز التسويق، إضافة إلى إعطاء دورات للأمن والحماية العاملين في المنشآت التجارية الكبيرة والمولات للتعامل مع المواطنين وإبلاغ غرف العمليات في حال راجع أحد المواطنين المصاب بفيروس كورونا من خلال إصدار سند أحمر للتعامل معه وإجراء المقتضى القانوني بحقه. تحدث مساعد محافظ العاصمة عن وجود 12 شخص حاليا في العزل المؤسسي بعد ضبطهم وهم مصابين بفيروس كورونا، سيتم انتهاء فترة العزل ومن ثم تحويلهم لإجراء المقتضى القانوني بحقه. نعم حمزة. حمزة نهار مراسل المملكة من العاصمة عمان، شكرا لك.